أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الأربعاء 28 يوليو تموز 2021. أنت تتلقى الكثير من الاهتمام من الجميع، قريبا ستلاحظ أعدائك بين الجميع، كن حذرا في تعاملك مع هؤلاء الأشخاص لأنهم يحاولون استفزازك وإثبات أنك الجاني. في حالة وجود مقاومة شديدة فقد تراجع، على الرغم من أنك ستجد شخصا جديدا يمكنك أن تثق فيه. عاطفيا، من المحتمل أن تندلع الخلافات بينك وبين شريكك اليوم، قد تكون المشكلات طفيفة جدا أو قد تكون حيوية، لكنها جميعا كانت متكيحة لبعض الوقت في علاقاتك، وقد نتج عن هذا النقص التواصل السليم بينكما. ستحتاج إلى قدر كبير من الصبر للتعامل مع الموقف إذا كنت تريد حفظ هذه العلاقة. مهنيا، بينما تجبرك الظروف العملية على العمل بشكل مكثف اليوم، فإن عقلك موجود في منزلك وأنت أكثر اهتماما بقضاء الوقت مع عائلتك، ومن ثم عليك أن تتعلم التوفيق بين التزاماتك بخبرة. لا تتجاهل عملك على الرغم من أنك تميل بشدة للعب، يجب أن تستخدم ساعة الغداء وبعض ساعات العمل ووقت الفراغ لتحقيق التوازن بينهما. صحيا، ستظهر المشاعر وستكون أكثر عرضة للصدمات العاطفية، حاول إعادة تقييم مشاعرك قبل اتخاذ أي قرار كنتيجة للانفجار العاطفي لإطفاء بعض الهزل في الموقف. ابدأ في تدليل نفسك عن طريق القيام بالأشياء التي تحبها أكثر من غيرها، بهذه الطريقة يمكن تجنب المشاعر حتى تحافظ على توازنك العاطفي.